اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم. زي ما قلت لكم في نهايه الحلقه اللي فاتت ان انا هلعب السباق دوت ان شاء الله وهكسبه، وبالفعل فزت به بكل تاكيد وجولدن الحمد لله. وتبقى لي في السباقات العاديه ديت سباقين بس او 3 سباقات هلعبهم لوحدي، وفي البوليس شويه حلوين هلعبهم لوحدي، بس مش مشكله. خلينا نخش على هذا السباق اللي هو الرابيد ريسبونس، وربنا يستر وتكون عندنا عربيه كويسه علشان نترقى بسرعه وما نفضلش بقى ايه نحنكش كتير كده. اتاكد طبعا انك عامل لايك ومشارك في القناه بفعل التنبيهات عشان تجري الحلقات اللي جايه اول باول، وخلونا نشوف هنوصل ازاي في هذا الرابيد ريسبونس. يلا بينا. اللعبه كده بتقول لي ايه؟ خد مالكش حجه. حطوا لي العودة في المنشار والجلرادو في الطيار، ويلا بينا يا جلرادو. 4 دقايق و14، 4 دقايق 30، 5 دقايق، 4 دقايق و14 هو التارجت بتاعنا ان شاء الله. Let's go. بوليزية. كوبري تحيا مصر. ليه بقى الكراش ده بقى؟ الحمد لله ان بس ما اتحسبش اي بينالتي اوف تايم، بس احنا ضيعنا وقت يعني، ده شيء مفروغ منه يعني. مش المهم الطريقة على قد ما المهم ان احنا ما نضيعش وقت. ليه مفيش ريس؟ جريت واو. اللامبرجيني مش محساني ان انا سايق عربيه بوليس فبخبط عادي. هو عاش. انا عارف الطريق ابن اللذين ده اول سباق، ده طريق اول سباق لعبته في اللعبة. بس طبعا العربية لا تقارن بأول عربية لعبتها أول سباق،
ولا الواحد ومعرفته باللعبة دلوقتي. جولدن؟ It's a golden. Come on. Come on, can you see that? Can you see that? Can you see me by the Lamborghini? What can I do? Viper. ما انت ما عجبتنيش يعني، انا لعبت بيها قبل كده دي، ولا دي واحدة تانية ما عجبتنيش لما لعبت بيها بوليس. طبعا يعني لا شيء يقارن باللامبرجيني يا جماعة. لما تيجي تلعب بعربية لامبرجيني وبعد كده تلعب بأي عربية تانية، ما تحسش خالص انك سايق عربية اصلا. اللامبرجيني تستطيع فعل العديد والعديد ايها السيدات والسادة. لذلك عندنا برضو رابط ده ريسبونس، خلينا ندخله. وبكل تأكيد يعني الكورفت دي هما بيرشحوها لي، بس انا عندي جالارادو. فام سو سوري يا كورفت، الجالارادو تكسب، وده هيبقى سباق اقل. 3 دقايق، 3 دقايق، خلينا نقول 250 ثانية بس. انزل رابد ريسبونس، اتمنى الترافيك ما يكونش عالي. اشمعنى ده مكتوب عليها بوليس والتانية كانت بوليسية؟ كان المفروض ادخل. ماشي، مش المفروض قوي يعني، حاسس ان الموضوع واحد مش عارف ليه، مفرقش كتير. يس الحمد لله ما اتحسبتش. حوش لي شوية نيتروس. ينفعونا في الايام الهباب والطريق الهباب اللي احنا داخلين عليه ده. واو واو واو، اوه ده مقفول. طب كويس انا ما دخلتش فيه اصلا. عاش. يلا عوض يا باشا. خلصنا ازازة النيتروس في ثانية. عاشهم. يا جدعان والله العظيم انا واللامبورجيني، انا واللامبورجيني بجد حكاية تانية، حكاية تانية. يبقى معايا اللامبرجيني الواحد بيعمل العمايل في اللعبة، انما معيش لامبرجيني الواحد تحس ان هو بطة بلدي. المهم انترسبتور، يو خش لي بقى انترسبتور. طبعا انتوا خلاص اتعودتوا، طالما اللامبرجيني موجودة ناس بقى تكتب لي في الكومنتات يا عم نوع في العربيات، ما ينفعش الكلام ده، الحوارات دي كلها انا ما بينفعش معايا بصراحة. هي اللامبرجيني از لامبرجيني، ما معلش I can't resist the power of Lamborghini and the beauty of Lamborghini. Let's go, let's move to catch this mother كده.
واو هيز اناستي سترونج كار وانا معيش ولا سلاح بروزس اونلي وان سسبكت حوش لي بس شويه نيتروس اوه هل تعليلي تعليلي يا بط مو تعالى تعالى انت فاضل لك تكة لمسة همسة اي حاجة بو 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 شوف تاف هاند اتس مي تاف هاند عاش يو ترقينا باترول مان نمبر 2 Congratulations officer You have been promoted Hell yeah No vehicle Alfa Romeo عاش طبعا انتوا عارفين لو السباق اللي جاي لامبورجيني خلاص ايه اللامبورجيني فيش كلام يا جدعان والله العظيم اللامبورجيني دي عربية انا فاهمها يعني هي دي اكتر حاجة انا بحبها فيها ان انا فاهمها انا فاهم انا بعمل معاها ايه وهي بتعمل معايا ايه انترسبتور So what? Let's move by this car. 10 grand bounty. 10 grand. Helicopter, road blocks. Da ain't about. I hope so, بس. اوه جامر انا تلعبني بالجامر
انت عبيط بقى ولا ايه؟ سرعة بديهة دي كانت سرعة بديهة. هو ديت علشان I did it okay. فرق 29 ثانية عن البست، عن اللي هو البتاع ان انا اخش في السيرفر. يس مان البوليس، انا في ما عنديش يا مرحمين. واتفتحت عندنا باترولا جديدة، نيو واي نيو كاز نيو جوبيترز. يو 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 شرف بوليسية ملاتية. It is what it is. Yes. Speed enforcement events now available. Okay. Okay guys, نوع جديد من السباقات تم فتحه هنا في هذه اللعبة، لذلك علينا الترقي وزيادة المحاولات إلى الترقي. نو وده هوت برسوت. انا عايز اقفل بقى الحتة دي، فتعال نخش كده برضو باللامبورجيني. تعال نقفل جزء كده، 7 بوستس ورود بلوكس وهليكوبتر، ودي حاجة ممتازة. ما بحبش السبايكس علشان ايه، اصلا العربيات بقت سريعة جدا جدا جدا، فان انت تلحقهم بسبايك دي حاجة صعبة. Let's skip. كراش ملوش اي داعي، ده انا كنت ايه، انا كنت مشلفاتهم، انا ضربت الهليكوبتر في وقت غلط. طير. طير انت كمان، يلا عربية اقوى منك. ولا ايه ده؟
ايه اللي حصل ده؟ طب انا ما كانش قصدي ان انا اعمل كده خالص. لا تعالى لي بقى، مش انت ضربت السبايك تريب دي؟ يس دمرت واحد. يا ابن اللعيبة ايه ده؟ لا 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 هم دمروني. اتفتحت لي بنت لي ومش مش مهم. لا لا مش مهم خالص يا عم، هات لي السباق اللي انا فوتته ده تاني. ايوه طبعا هنهزر ولا؟ طب الحلقة دي مش خلصانة غير لما اخلص السباق ده. يلا يا عم مش هنهزر، انا في يعني انا غلطت كذا غلطه. انا في هليكوبتر ضربتها في وقت غير مناسب، في رود بلوكس برضو كنت بضربهم في وقت غير مناسب، بس يعني المفروض طبعا ان انا اضرب ان يبقى في رود بلوك هنا دلوقتي، بس ده مش هعمله. واحد كان المفروض اللي ورا دول اعمل معاهم موقف. يعني دي مش تبعهم؟ طب ازاي والنبي؟ المفروض دي اكون طيرتها صح؟ بقول لك ارتيكن دامج. طيري يا طيارة. روبلوك على الكراش اللي ملوش داعي.
طير مرسيدس. ها يس عيب عليكم يا جدعان، قلت لكم سباق سهله بس الواحد كانش واخد باله. خلصنا هذا السباق الرائع الذي كان يعني ما وفقناش فيه في المره اللي فاتت، بس دابوليس يا جماعه يعني السيلفر النيل الجولدن از جولدن، نو واي ذات وي كان نهرب. يعني خدنا فيكل which is مرسيدس بنز اعزائي المشاهدين، وسوبر مرسيدس. ايوه كده، احب انا الكلام ده، احب انا هذه السيارات الرائعه. مهم، خلصنا هذه الحلقة أيها السيدات والسادة، طبعا كانت مهمات كبيرة ومهمات رائعة في هذه الحلقة البوليسية. لسه رقم 6، لسه في الباترول مان، بس دي مثلا قفلناها، في حاجات تانية قفلناها، ودي كمان لسه يعني ماشيين كويس في اللعبة بتاعتنا. اتأكد طبعا انك عامل لايك مشترك في القناة بعد التنبيهات عشان تجي لحياتي الجاية أول بأول، وأشوفك إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم.